كتب مرتبة ونظيفة على الرفوف، بلا زبائن ولا عشاق لاقتنائها وقراءتها. فهذه إحدى مكاتب تعز التي كانت عامرة بالزبائن ومقتنيي الكتب في سنوات مضت، اليوم تكاد تكون فارغة إلا ما ندر. أصبحنا نشغل بجانب المعنى وأخذ عن البحث عن لقمة العيش أكثر أوقاتهم، فعزف عن القراءة. نقطة أنه يعني حان ارتفاع الكتب أسعاره وكذا، وعدم قدرة الناس على شرائه وعلى كذا، أدى الناس عدم مقتنيات الكتب. هذا من الأسباب التي يعني أدت إلى الناس يعني عن القراءة، لأنه في البديل الإلكتروني، وهذه يعني تعتبر وسيلة من وسائل ترك أو الابتعاد عن الكتاب. الأمر الثاني هي ربما الجانب المادي. الجانب المادي أيضا لبعض الناس قد يكون شحيح، وبالتالي هو يفكر في لقمة العيش. نادرون هم من يعتبرون الكتاب صديقا في زمن وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف الذكي والترفيه الوقتي والمضيع للأوقات والجهد. فقد بدأ هجر الكتب إلى التنمية البشرية، ثم إلى الروايات بخيرها وشرها، ثم أتت وسائل التواصل لتطغى وتأخذ الشباب بعيدا عن المعرفة والمكتبات العامة المليئة بالكتب والمراجع والمفتوحة طوال الوقت، لكنها فارغة من الرواد. والوجه المشرق للتكنولوجيا برأي الكثيرين أنها أقامت جسورا للتواصل بين الناس، وجعلتهم يعرفون الكثير من المعلومات والأفكار، ولكنها بالمقابل صرفت الشباب عن القراءة والاطلاع والمعلومات المفيدة. الحالة المعيشية التي صرفت الناس عن القراءة والقناة اقتناء الكتب، هذه من ناحية. من ناحية ثانية غلاء الكتب، الآن الكتب غالية وتعوضوا عنها بكتب إلكترونية، فهي سهلة وممكن ننزل المكتبة بأقل ما يمكن. هنالك حياة المأكولات السريعة والقراءة السريعة وغيرها من الأشياء، فاتخذ اليوم الإنسان العربي واليمني أن هذه الحياة السرعة تتطلب أنه يستغني عن الكتاب، لكن كان الكتاب يمثل قيمة غير عادية لدى آبائنا الأولين. ذلك يقول المتنبي: أعز مكان في الدنيا سرق سابح، وخير جليس في الزمان كتابه. نصيحتي للشباب أن يقرأوا من الكتب، كون قراءة الكتب يعني تستمر المعلومة أو تثبت المعلومة في الدماغ، بعكس التلفون يعني وقتي يحفظ وقتي. ثاني حاجة إرهاق للنظر. يعني وفائدة فيه من قراءة الكتب إنه الكتاب كمرجع بأي وقت خذه، بعكس الإلكترونيات يعني ممكن أقول لك الجهاز يتعطل أو يتفي راسا طرح كامل هذه المعلومات. لا جهود رسمية ولا مجتمعية تسعى لإعادة القراءة إلى سابق عهدها بين الشباب، ليظل الكتاب يتيما يشكو الهجران من الجميع. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.